بدعم من عطاء المرأة الكويتية الإنسانية دشنا وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح مشروع دفني الشتوي للتخفيف من معاناة الأسر في مخيمات النازحين من برد الشتاء. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا محمد الجداسي. دشنا وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح مشروع دفيني الشتوية المقدم من عطاء المرأة الكويتية الإنسانية والذي يأتي لتخفيف معاناة النازحين في هذه الظروف الاستثنائية. أشاد الوكيل مفتاح بدعم الأشقاء في دولة الكويت، داعيا جميع المنظمات الإغاثية والإنسانية لدعم الأسر النازحة. المقدمة من أخوتنا وأشقائنا في دولة الكويت، الكويت إلى جانبكم عبر عطاء فريق عطاء، هذا الفريق وعطاء الذين مستمرين في العطاء للنازحين. هذه اللفتة نشكر كل من يساهم فيها، وندعو أيضا بقية المنظمات الإنسانية أن تبادر إلى توفير للنازحين في جميع مخيمات الذي تقريبا 196 مخيم. هذه المخيمات اليوم بحاجة في هذا البرد القارس إلى من يوفر لهم الحقيبة الإيوائية حتى يستطيعوا أن يخففوا عليهم من معاناة البرد الشديد والقارس. الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والقائمين على تنفيذ مشروع عطاء المرأة الكويتية الإنسانية أكدوا أهمية مشروع الحقيبة الشتوية لوقاية النازحين من برد الشتاء. الاحتياج كبير جدا في محافظة مأرب، هناك أكثر من 81 ألف أسرة محتاجة إلى الحقيبة الشتوية، والتدخلات للأسف محدودة، لكن الأخوة في فريق عطاء والأخوة في دولة الكويت الشقيقة عبر المرأة الكويتية أو عبر المنظمات والجمعيات الكويتية الأخرى يقدمون عطاء كبير لهذه المخيمات ولهذه الأسر النازحة. نتمنى منهم أن يضاعفوا الجهد، الاحتياج كبير جدا، الشتاء معاناة شديدة جدا، هناك أسر أو هناك أطفال ونساء يموتون من البرد في هذه الأيام. شهدت المحافظة قبل يومين وفاة حوالي 3 أطفال من البرد. الناس محتاجين إلى البطانيات، محتاجين إلى الملابس الشتوية، محتاجين إلى الفرش، محتاجين إلى الحقيبة الشتوية بكافة مكوناتها، من وسائل تدفية، من فرش، من بطانيات. فندعو كل الشركاء، شركاء العمل الإنساني في محافظة مأرب الدوليين والمحليين والإقليميين إلى التدخل بالحقائب الشتوية لإنقاذ النازحين في محافظة مأرب. عطاء المرأة الكويتية الإنسانية يأتي ترجمة لعمق واصل الأخاء بين الشعبين الشقيقين منذ قديم الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم 3 من يناير نحن في فريق عطاء المرأة الكويتية ندشن مشروع توزيع دفني، توزيع بطانيات وكسوة الشتاء للأسر النازحة والمضرة في محافظة مأرب. حقيقة نشكر السلطة المحلية ممثلة بمحافظة مأرب والأستاذ عبد ربه مفتاح وكيل المحافظة على كل الجهود المبذولة لإنجاح هذا المشروع الذي يستهدف الآلاف من الأسر في هذه المحافظة. طبعا سيكون المشروع عبارة عن توزيع 3 بطانيات و3 كسوة لكل أسرة نازحة في مخيمات محافظة مأرب. شكرا لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا، شكرا للمحافظ محافظة مأرب ووكيل محافظة مأرب والأخوة بالوحدة التنفيذية على تسهيل الإجراءات لتنفيذ ونجاح هذا المشروع. شكرا لكم. عدل فضائية محمد القداسي مأرب.